بسم الله. في الدرس اللي فات عرفنا ازاي نرسم سيرفيس، وازاي من خلال الليست والبوينت اكون شكل السيرفيس ده. دلوقتي عايز اخليه بقى 3D. طيب اعمل ايه عشان اخليه 3D؟ هدخل في امر سيرفيس، هلاقي هنا عند امر اسمه سيكنس اهوت، تمام. هو عايز مني السيرفيس وعايز السيكنس، فهديله السيرفيس. والسيكنس ده اي انتجر او نمبر ماشي الحال، تمام. فبدا عمل لي الشكل اهوت. طيب دلوقتي عايز الشكل دوت بدل ما هو حاد جدا في الحواف اخليه تعمله شنفر او فلت. فهروح هنا للاشكال السوليد، هقول له فلت، وهقول له انا عايز الشنفر. وبرضو هقول له الاريا والفوليوم، نعرف معلومة كده سريعة، تمام. هيجيب لي الفوليوم قد ايه ويجيب لي الاريا قد ايه، تمام. طيب نخش بقى في التقيل، الشنفر والفلت. طيب الشنفر عايز سوليد وعايز ايتش وعايز اوفسيت. طيب السوليد موجود، الاوفسيت قد ايه؟ ده رقم عادي ممكن اديهوله. ازاي بقى احدد الحواف؟ تمام، لازم اروح للتوبولوجي واقول له انا عايز الاتش. طيب ادهو الاتش، يجي عشان نشتغل لازم اديله الشكل عامل ازاي والاتش اهي، تمام. ابدا اصغر دوت، اتعمل اهو الشنفر، بس الشكل اللي القديم لسه موجود. اشيله ازاي؟ اجي هنا في السيرفيس سيكنس واقول له بريفيو، شيل البريفيو، ما بقاش فيه بريفيو، تمام. فالاول كان فيه شكلين، كان فيه الشكل المكون الاول وكان فيه الشكل اللي هو اتعمل له شنفر. طيب سيبنا من شنفر ونخش في امر فيلت. هو عايز السوليد، هديله السوليد. طيب عايز الايدج، هديله الايدج. عايز الراديوس، هديله الراديوس. طيب اديت كل حاجة، راح هو عمل لي الشكل اللي انا عايزه.